هذا كتاب جميل جيد جدا جدا، كان أهدي إلي في السعودية صراحة. جزا الله الأخ التي أهدته لي، لا أدري رقمها ضاع مني صراحة، أظن اسمها الأخت أسماء. إذا كانت معنا الآن أنا أريد رقمها من أجل الاطمئنان عليها وعلى الوالد. ضاع مني الرقم الهاتفي، وكانت في أرقام مجموعة من الأسر والإخوة والأخوات كانت أهدت لي هذا، كيف عامله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سبحان الله، هذا كتاب يعني خير، يحتاج أن نأخذ منه دروس حتى ينتفي بالرقى إن شاء الله تعالى، كيف يتعظوا كيف يتفننوا في ترغيب إن شاء الله تعالى قلوب الجن. طيب ادخلي ادخلي، هذا كتاب فيه سؤال. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم، تفضل تفضل، يحفظكم الله يكبر لك، جزاك الله خير، شكرا على الهدية. الله يهديك، بارك الله فيكم، صحة، الله يكبر بكم، الله يحفظكم، الله يحفظكم، آمين. احكي لي شنو القصة؟ هي قصة ان كل واحد عنده معنى ديالو من الصغر. احكي لي بسم الله. من الصغر ديالنا كان عندنا مشكل ديال المعنى ديال الوالده بعدا مع العمامات، ومن بعد ما كبرنا حنا، بعد ما كبرت انا بعدا، كان عندي واحد الشهر كبير تقريبا العمر ديال 7 سنين تقريبا، وتصابت بشي حاجة هنايا في وسط راسي. نعم. وكان الراس ديالي مشى من هنا من الفوق، صافي كان مشى، ما بقاش الشعر، وبقى هذيك الحبة وقيحات كبيرة، وسميتو دابا راه الأثر ديالها خلى واحد الحفرة هنايا وسط راسي اللي جات كتبان. كتبان في الجمجمة، هي بحال هذي العملية. صافي المهم من تما، ونحنا عندنا مشكل مع الاب ديالنا، ماشي نحنا، ماشي حنا واكلين شاربين مخيرين كلشي تيصرف علينا، ولكن ما كاينش داك الحنان، ما كاينش اللي كبر تيدير واحد 7 سنين 10 سنين تيقول لك خرج معاه صافي. وكلنا كل واحد فين مشى وسميتو، انا مني نهار خدمت ما كنجلسش في شي خدمه، والفلوس ما كتجمعش عندي، الخدمة يعني ندخل الخدمة من بعد ما تعلمت الحرفة ديال بزاف، بديت مزيان ندخل الخدمة، كنخدم مزيان، الناس كيطلبوني، وإلا ملي كاع تعلمت بديت كنشد معاه كنخدم فيه مزيان، ولكن ما نستمرش 6 شهور 12 شهور عام صافي، كنسمح في داكشي وصافي تنزل، واخا الناس تعيا معايا شي غير قلت صغير شنو بغيتي صافي، انا مابقاش عندي الطاقة. من بعد الزواج ديالي الاول كان استمر عامين، المهم ما توفقاش، انا ما عرفتش شنو سميتو، وتفرقت مع الزوجة الاولى 2001، وكانت مشاكل بيني وبين العائله ديالها، حيت في الاول ما كانوش باغيين يعطيو عليها من بعد هذا سميتو، ولكن صافي بقى داكشي، ما يعني بحال تقول ما ارتاحوش حتى طلقتي. كان معاه شي ابناء؟ لا. طيب شحال بقيتي من بعد تزوجتي؟ تقريبا 4 ولا 5 سنين، من 2006 تزوجت، ومن 2006 ما كاينش الدرية. هكذا من 2006 الى الان ما كاينش الدرية. شو الطبيب؟ بين الاطباء، الاطباء هما ماشي واحد، ماشي جوج، كيقول لك الاسباب غير واضحه. المشكل كيقول لي عندك انا النقص في الحيوانات المنويه، ولكن يقول لك هذا النقص ماشي ما كيمنعش انك انت ما تولدش، ما وصلش ليك الدرجة ان تبعنا مع زعما الاطباء تبع مع الطبيب تيقول لك اودي انا ما وقع عندي، جبتي معك دوك الفحوصات ديال شفنا تيقول لي ما عندك ماده، ما عندي من ندير لك الميعاد باقي هذا جديد طول زهرك طول الله، هادشي هادشي برا في اكادير. في 2016 ولا 2015 درنا 16
تلقيه 2015 درنا التلقيح. التلقيح عادي عندنا اطفال انابيب حتى حاجه ما صدقت. واش قال معايا درتي التلقيح واطفال الانابيب حتى واحد فيهم ما صدق؟ كتصدق وكنمشي كندوز في ديك البلاصه اللي بغيتي تقول لك باش تبقى تجي دير لي كونترول، تيقول لك كلشي هو هذا كلشي عادي كلشي مزيان، حتى النهار الاخير الكونترول اللي تيكون باش غايقول لك واش مزيان ولا لا تيقول لك. هما كيستغربوا كان كلشي مزيان. لا تيبان الاولاني كتبان لك تيقول لك ودي انا راه صافي راه عيطت بقى عندي كنصبروا وكنعاود نمشي وفاش درنا التلقيح يعني كنقول لك كلشي حدانا غادي مزيان عندك واحد 15 يوم هي كيكون النتيجه النهائيه. دابا في الاول كيكون كلشي غادي مزيان في ديك النتيجه النهائيه تيقول لك راه النتيجه سلبيه ما عجبش الله. طيب دابا الامور الحمد لله مزيان واضح، غنجي لاسئله اخرى. دابا بقاو هنا، انت شنو كتحسي قلتي عندك مشاكل قديمه، ها باش نصوركم الاسباب ديال هادشي. نعم انا فاش كنت صغيره كنت كنعقل، المهم عقلت شويه اللي انا عاقله، المهم ديك ربع سنين كذا زحفت من رجليا وليت الا غادي نمشي شي بلاصه في الدار هكذا تتهز من الوالده ما كنتحرك برجلي. قلنا نهار اللي قلت لا باقينا غادي دابا تحسن هكا، جابو شي كومودات جابو شي سميتو والو ولاو يدي كيتبعوهم تيعوجو ما كنوصلهمش. قلت ليها امي ديك الساعه ما كتوصلش يديك الفونك صافي. عيطت على جدي با كاين في برا، عيطت على جدي قالت لي راه بنتي غتمشي ليا باش ما شنو ما عرفوش ما يديرو. جابو فقيه، جابو فقيه قال لهم جيبوا لي قنفود، جابوا لي القنفود ما عرفتش شنو قرا بيه هذا. قال لي هذا تاكل منه ورشو بيه الدار وان شاء الله تولي بخير. في هذيك الليله قالت لي مو واحد الوجع واحد الالم واحد، قالت لي راه تخلعنا قالت لي قلنا صافي ما غاديش تعيشي. لا قلت لي قال لي ما هزك باش تمشي هكا الصباح تفيقي تغسلي وهذا. قلت لهم لا راه انا قاده النور وانا النور. هذه هي الاولى. القنفض نصو شريتي ليه نصو؟ قال لينا طيبوه عطوها تاكل منه ما ياكل منه حتى واحد، وتاكل منه هي وتشرب من الماء ديالو داك الشيء باش طاب، وداك الماء رشو به الدار كامل، وهذاك اللي سميتو اللي بقى له ايوا هذه هي اللي بانت لي حتى فاش بديت كنقرا في الكوليج عواج ليا نص ساعي توجي كله ما كيتحركش. جابوا لي واحد الراكب الدار لحق ليا هكا واحد القطار تيبقى تلقى ما تعشي فوق من ساعه ما تحرك حتى حاجه. قال لهم ديو بيتكم عند الطبيب. مشينا عند الطبيب بس العلاج شي 6 شهور ولا 8 شهور يلاه هدا كنقدر دابا دابا عندي الحجب شويه ما تيطلعش هادي، ولكن فاش كندير الرقيه طلعت مربيه وقالت بانها هي السبب. قالت للراقي انت اللي قالت لك زحفات من رجليها راه انا السبب وانا اللي عوجت ليها. وفي هذاك النهار فاش اعترفت كنحلم بيك بحال الشكل تاع داك البرنامج اللي كان في الامارات. انا كان ما شفتوش هذا البرنامج، نفس البلاطو نفس لابس نتا قميص ولابس مونطو ديالك عليه وجالس على طبلة كتناظرها وقلت ليها هذا الشيء كلشي اللي درتي ليها وهذا كتحاور معها. كانت مرا هاد الكاميرا جاتني في واحد الصيغه تاع ممثله قالت ليك وهذا. قال لها واش قلت ليها واش ما بقاتش فيك هاد السيده وهذا هاد الشيء كامل اللي درتي ليها وهذا. قالت ليك اه. قال لها هو قلت ليها واصلحي مع نفسك. قالت لك سوف اصلح ياك. وواحد الحصه تاع الرقيه قال لها الراقي وعلاش ما تخرجيش؟ قالت ليه حتى يخرجوا هادو اللي كاينين عاد نخرج انا هي على ما سميتو. انا باش تاكدت بان المربيه وبازيت على المربيه واحد الحصه ديال اللي من لديها ثعبان او حيات او هادي في المنصه تاع الحيه اكثر من الحركه مربيه المهد والله اعلم على ما قالت لك ماشي من هذا ماشي من شهور من بعد الولادة ديالها عاد دخلت ليها. استغفر الله.
وفاش عقلت من بعد فاش كنقرا في الايامات الكوليج سنعقل واحد النهار من بعد هذه تاع تجنبي من بعد كنعقل واحد النهار فقت مفزوعه وفقت كانه كان حقيقه وفي بلاصتي نيت فين كنت نعسه قبل من العصر جوج ديال تعابين وحيات وهم عقل عليهم هكا ودايرين وجههم متقابلين مع وجهي وفقت لقيت رجليا ضاريني ايوا فاش تزوجنا المشاكل لا حصر لها على والو على والو اللي غادي في السبعه علاش ما يجيش السبعه جاوبت السبعه قسما الا ما كنتيش تجي في السبعه قسما كنتي تجي مع السبعه هادشي بحال هادشي واضحة الأمور. ومن بعد الزواج قاعد زعما خدمت وليت خدمت مزيان حتى هي خدامة الحمد لله ربي يستر ويني الفلوس كنصورهم كنت معاش محقق معاه سافر هنا شري هاد الطوموبيل وقلت بلي الطوموبيل شري هادي بيع هادي باش الفلوس تبدا تمشي الفلوس كنصورها والناس شحال ما عاد الدومين ديالي زعما فيه شويه كاين حنا ندعمو كاين شويه كاين البركه بخير كاين الحريف اللي تيقول لنا شري بزاف على الطوموبيلات وهاد الفلوس ديالك انت راه بزاف على هاد الحرفه ديالنا ما انت كدير الحشيش كدير شي حاجه كدير و تيقولوا لي فوجو هكا فوجي ماشي وراه يا حتى شغال لي و صافي الامور خدنا شرينا دار بالريده ساعات مازال ما تهزمتش مازال شري انا واحد الابارتمون بالكريدي وزدنا الطوموبيل الثانيه بالكريدي وهنا في 2012 ما بين 2012 ل 2015 للافلاس هكا بحال ما خدمتش الفلوس مشى الطوموبيل بقات عندنا الطوموبيل وحده انا صافي بس عامين عامين هادشي 4 دريال ما كيصورش من 2015 جلست عامين ولكن انت تحبس عليا كلشي الوقت كانت الوالدين ديالي مريضة وكنت بعدا لي عن الطبيب والو الإشارة عندي الأصدقاء ديالي رقاد كان ديما كندير عندهم رقية ولكن ما عندي والو وكانت الوالدة شكر لي واحد جابها ونعتت لي واحد السيد في المغرب ديالي وديتها عندهم كدير حصه مع النساء واحد النهار دخلت معها انا درنا حصه انا وياها بجوج وتصرعنا بجوج هنا فين غادي نبدا العلاج ديالي انا الرحله ديالي مع الرقيه وفي الالتزام وفي وقف الحال بصفه نهائيه من 2005 لا 2015 هنا فين نبدا وقف الحال ما بقاش خدمه ما بقاش فلوس ما اللي كان قلب 1000 درهم في النهار ما لقيتهاش من بعد ما كنت كنصور 1000 درهم 800 700 في النهار بقيت كنقلب على 50 درهم في النهار مكانش والمهنه ديالي ما حملتهاش باقي سمحت فيها تيقول لي نمشي نبيع جافير ما مشيتش تا بزاف ما رجعتش وحيتها الى حيتها الاحلام لا الحمد لله من بعد رحله طويله ديال الرقيه ملي كنت نقرا عندي 4 ولا 5 ديال الرقات كندور عليهم ولاو اصدقاء ديالي بحكم اسميتو وانا من المتابعين ديالك من 2000 ولا 2011 من ايام اليامات ديال المركز اللي كان عندك فيه الكاروات الناسي من يامات الحرب الاولى فؤاد الشمالي هي قالتها صافي من المتابعين من هذيك شنو كيوقع لك في الرقيه ملي كطيح دابا حاليا دابا عندي مشكل في الشق الايسر عندي مشكل في العضلات لا اش كيوقع في الشق الايسر الشق الايسر من بدايه الرقيه من غير الصلاه ما كانش كتزكى هذيب خير الصلاه ما كانش كتزكى هذيب لحد ان دابا الراس مره مره تيدير هكا الحركه وكيكون عندي الم في العوره وضيق التنفس وعندو القف الحاد عندي مشكل في الجهاز الهضمي مشكل عام ديما ديال العشور دابا ولا الدواء ديما ضروري كيطلع الجن كيتكلم شو كيقول كاين مسيح وكاين عاشق كاين مسيحي شاجه كاين شي مسيحي شاجه كبيره طلع شي واحد من قدام واحد الحصه قال ليه هادي
ما تخدمش مع هادي، راه داكشي ساهل. اللي هذا اللي راه المملكة كيمشي فوج وتيجي فوج. واخا طيب بقوا معايا، الجيل المسيحي شنو كيقول؟ علاش دخل طلع تكلم شنو كيقول؟ طلعت العاشقة وقالت كاين سحر مأكول مأكول و طلي دابا و طلي مصران لا بس ده باين من المشكلة اللي عندك ديال القبط المزمن، باين الحسد هو السبب في التشكيك على المال والخير والرزق. وجهي كان مشتت شبيه كحل وجهي واحد في هذاك الوقت اللي اسمه كان حبش، والوقت اللي كان فيه وقف الحال كان فيه سميتو العجز نهائيا على المدة تقريبا ديالها عام أكثر ديال العجز ما بينه وبين الزوجة ديالي ما كنتش في العجز وهذا واحد عام متواصل عاد من بعد من واحد شهور العجز متواصل بشكل يومي بشكل في عام ونص تقريبا شي عام ما يفوق عام وشي حاجة باش ما كي باش ما بديت كنخدم بديت كنتحب هكا بديت سميتو حتى بالنسبه لهذاك العجز بدات كيتلاشى شي حاجه. واخا المسيح كيطلع دائما دائما كيتكلم دائما شنو كيقول وشنو المشكل اللي عنده؟ علاش ما استجبش ما حسنش الامور؟ ما كاينش مواصله. هو اصلا هذا سميتو كيطلع عند المسيح كيطلع ماشي 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 كيطلع ما باقي ما كيطلعش عنده نهائيا كيطلع غير لا شي قال لك كيطلع عند واحد اخر صافي المسيح كيطلع عند البصري لا غير صافي. واخا وفين وصلتي؟ وفين وصلتي؟ سلم فين سلم كندورو ديما في واحد العلاقه حيت علاش جلست واش سلم؟ لا مع مسلم كان على وشك كان على وشك كان على وشك الاسلام طيب واخا طيب والعاشقة سلمات؟ يعني انت واحد مسلم لا عاشقة ولا مسيحي؟ حلقة مفرقة صافي واضحة الأمور صافي صافي واضحة يلاه شوف تمدد في أجي تمدد في الأرض هنا وأنت تمدد فوق يلاه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى أهل من اهتدى بهديه وصار على دربه إلى يوم الدين. أحمد الله عز وجل حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. أسأل الله تعالى أن يحفظنا من الحقد والغل والحسد والطغينة والمكر وسوء الطوية. نسأله سبحانه جل في علاه أن يشرح صدورنا ويهدي قلوبنا ويغفر ذنوبنا ويرزقنا القناعة بما أتانا وليوفقنا لحمده وشكره. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. الحمد لله. قبل أن نبدأ فلا بد أن أذكر بأمر مهم جدا وهي أن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. من شاء سبحانه وتعالى
من شر سبحانه وجعلك ولا أعطى وأغنى. والغنى ليس بالمال فحسب، الغنى قناعة ورضا وحب وفي الخير. الغنى إلى النفس والروح والقلب والجوارح. المال يراه الناس هو الغنى، ولكن ربي ليس كل شيء، ليس كل شيء. فنحمد الله عز وجل ونسأله سبحانه من الخير كله، نسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق. فقدم الله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف ثم الغنى. نسأل الله تعالى أن يجعل أرواحنا وأبداننا في خير دائم. نعوذ بالله من شر الأشرار وكيد الفجار وشر دوار خير النار الإنس والجن. الآن أرسل رسالة للمسيحية وإلى الصليبي. اصعد ارحمك الله، اصعد ارحمك الله، اصعد ارحمك الله. لا تخف، أنت في مكان، أنت في مكان الأمن والأمان. أنت في مكان الأمن والأمان. لن تمس بسوء بإذن الله جل وعلا. تعرفني؟ مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بالمسيحي والنصراني. مرحبا بك. أمر الله سبحانه وتعالى بفوق سبع سماوات أن ندعو بالحسنى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولعل الله تعالى يسوق لك خيرا كبيرا وعظيما. فنحن لا نعلم يعلم الله أعلم. نسأل الله عز وجل باسمه العظيم والأعظم أن يطهر قلبك ويحصن فرجك ويغفر ذنبك ويرفع عقبك، وأن يجعلنا وإياك إخوة متحابين في الدنيا والآخرة. إن الجن خلق الله عز وجل، فأحسنوا دعوتهم إلى الله، فهم ضيوف ومرواج إكرام الضيف. هم ضيوف، وللإحسان أن تحسن إلى الضيف. فأسأل الله تعالى أن تطيب نفوسكم بهذا المجلس الطيب المبارك، بهذه الزيارة الطيبة المباركة. أيها المسيحي، أيها المسيحي، اجلس، لا أذن لك بالجلوس، اجلس. لا نريدك أن تبقى في الأسفلين، نريدك أن تكون عاليا مع الأكرمين. يا كرم في المذلة. أنت لست في المذلة. في خوف، في خوف وهل أي من دوسه والهل لا تخشى أحدا. المكان هنا، مكان هنا. لا، اجلس في الكرسي، مكانك أن تكون محترما. يقوم جلس الكرسي. قال كيف، أين هو الاحترام؟ وأنا في مكان المذلة في الأرض. لا. قال أفهموا. ليس مكاني هنا. أفهموا. اجلس في الكرسي. اجلس في الكرسي. مرحبا بك. صلى الله جل وعلا أن يرفع قدرك. والله إن يتكلم كل كلمة ليس براءة ولا تمثيلا، إنما تكلم معه بصدق. ليس من باب حتى يصير الإسلام، والله إني أتكلم معه بصدق. يعني أستشعر أنه مكلوم مظلوم، لأنه ما وصلت الرسالة في وجه على وجه الأتم والأكمل. ما بينه الإسلام، وهذا من أعظم وأخطر ما يصيب
الجن في الأبدان في مقتل، أنك تشوه صورة الإسلام في عينيه وتشوه صورة الإسلام في قلبه وصدره، فلا يفقه من الإسلام إلا الحلق وتكرار الآيات، لا يفقه من الإسلام شيء، فهو يصر على دينه لم يكن. أنك تعتد عليه. يشعر كأنك تتعدى الحدود، كأنك تجاوز معه الحدود، وكأنك تظلمه، وكأنك تؤذيه فقط من الأجرثية، وتعداد على الأدب، خاصة وأنه الجن يكون يحالك على عقيدة. لابد، لهذا جاءت الشريعة بالكتب بالفقه، جاءت الشريعة بالدين بالتفقه في الدين. ما كان العلماء يؤلفون شيء يعني من طلب الخيال، إنما لغاية لنضج العقول والقلوب والنفوس. صلاحها وتزكيتها لا يكون بالصخرة، لا يكون بالصلاح، ولا يكون بالسباب واللعان، ولا يكون بالمكر والخديعة، إنما يكون بالصفاء بالنقاء، يكون بالعلم، يكون بالفهم، يكون بالجمال. هو الآن جني يقول ما أصعد إلا عند زيد، لكن هو الآن ينصح بكلمة سهلة، وهو الآن يتأمل الكلمات. يرحم الجن يرحمكم الله، أنا أقولها وأنا إنسان إنسي آدمي، لأني على اطلاع وباع بأمور كثيرة. يرحم الجن فقط يصبح مكابرا معاندا، لا لأنه لم يفقه الدين، لا يريد الدين، لأنك لم تفقه في الدين، أو أنك كرهته في أمر الإسلام والإسلام والدين، فتكون أنت من أولى الهم، وأنت الذي جعلت العقد حتى لا يخلف لا وإلا. أما ذاك الجني فقد يكون فيه خير أنه يأتي إلى الإسلام، يكون مقبل سهل، لكن أنت، ولهذا قال الصمد إن منكم منفرين، منكم منفرين. الله جل وعلا أمرنا بالإحسان إلى الإنس وإلى الجان، إذا رأيت جني فرق بين من يقاتل ويحارب وبين من عنده الشبهات في الدين، ولا يمكن للعاقل أن يزيل شبهات في أحوال الإسلام أو في اليهود والنصارى إلا إذا كان يفهم هذه الأمور فهما جيدا. الجن تعي مع من تناظر وتحاور، الجن تفهم الكلمات والآيات، ووجب أن تبسط لها كذلك في الوقت وفي الرحمة وفي الفهم وفي العطاء، حتى يسهل عليك إن شاء الله تعالى الوصول إلى الإسلام، ليس لذاتك، لأن الله ألزمك وأمرك بهذا. الله جل وعلا أمرنا أن نكون رسل خير، أن نكون بفضل الله تعالى، كما قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، للجن أيضا، تأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. فكيف يستقيم يهودي عاش في اليهودية سنين، أو نصراني عاش في الصليبية والمسيحية سنين، يدين أن يعتقد اعتقادا جازما أنه يدين الحق، وأرسلك الله جل وعلا وجعلك بين يديه تدعو إلى الله، أمر والآن يعني هكذا بقوة، الصليبية والمسيحية هكذا بقوة، لما قلت أنها دين قد يموت من أجل الصليب، من أجل التثبيت يموت من أجلها، ما علمنا كما علمنا، اسمع ماذا قال، كما علمنا. أنت تفهم أصول الدين والشريعة، أنت تقرأ من بطول الكتب وأمهات الكتب، أنت تأخذ من الفقه وفروعه وأصوله، هو أيضا أخذها صح. وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ومهتدون. تأتي أنت تقول له أيها الخبيث، أيها الفاجر، أيها كذا العربيد، أيها الضال، أيها طيب، قلتها، ألصقت عليها، ألصقت عليها هذه التهم، ألصقت عليها هذه الصفات، ولكن بماذا أفدته؟ ماذا أعطيته؟ ماذا علمته؟ ماذا فقهته؟ سهل علي أن أقول له حينما قال
حينما جئنا إلى الربا محق الله مالا، أقول له يمحق الله الربا. سهل علي أن أقول هذا، قل أنت الآن حاربت الله حاربك، لكن ليس هذا هو فن الدعوة، ليس هذا فن الخطاب، ليس هذا فن التعليم أبدا. هذا الذي فيه الآن هو يسمع الآن النصراني المسيحي المصريبي، بالله علينا جميعا هل أدينا ما علينا اتجاهه حتى يفهم كلام الله؟ هل أدينا ما علينا حتى يفهم من هو موسى وعيسى ومحمد عبد الله؟ هل أدينا ما علينا حتى يفهم ما هو التوراة والإنجيل والقرآن؟ هل أدينا ما علينا حتى يفهم كيف ألصقت بنو إسرائيل والنصرانية أن عيسى صلب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له بل رفعه الله إليه؟ هل أدينا ما علينا حتى نفقهه أن الله تعالى اتخذ صاحبة ولا ولدا؟ أن الله جل وعلا ما أنجب؟ أن الله تعالى شريك له ولا وزير ولا نظير ولا زوجة ولا ولد ولا كفوا ولا سبحانه جل في علاه؟ هل فعلا بسطنا الوقت والعلم وحتى يفهم هذا الجني هذه الأمور؟ هل قرأنا عليه آيات عيسى كاملة وبنو إسرائيل كاملة ومريم العذراء البتول كاملة؟ هل بين له كيف زكى القرآن الطاهر مريم؟ لو سمعها لأسلم وأنا على يقين. لو سمع الجني تعظيم القرآن لمريم ولعيسى عليه السلام لقال في نفسي هذا ليس عندنا حتى في التوراة والإنجيل بل في القرآن، صح أم لا؟ ويذعن لله سبحانه وتعالى حينما يرى كم كرر القرآن كلمة عيسى والحواريين، حينما يسمع هذه الصفات والمقامات جلاه الله في القرآن تطهيرا وتزكية لمريم وعيسى ولكل من اتبعه، حينما يعلم النصراني كيف سبت بنو إسرائيل مريم واتهموها بالزنا وزكاها الله ورفع عنها كل ما قالوا، سيعلم أن أمة القسط والإنصاف هي أمة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، سيعلم حينما يعلم أن عيسى أوصى بأحمد وهي في التوراة وفي الإنجيل، أوصى بها في الإنجيل يأتي من بعد اسمه أحمد، حينما نقص عليه صفات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، حينما كان ينتقل اليهود في التوراة، حينها سيفهم. هل فكرنا أن نسطر هذه الحروف وأن نبحث فيها ثم نأتي بهذا الجن ونقول اصعد أيها النصراني بكل سلاسة وطلاقة ولباقة ومحبة في قبول الحق ثم نبين؟ هل أقمنا الحجة قبل أن نسب ونلعن أو نتجاهل ولا يتسنى هذا إلا بعلم، صح أم لا؟ لا يتسنى هذا إلا بعلم. ثم هل فعلا رأينا هذا الجني النصراني؟ ما هي الشبهة التي عنده حتى تزال؟ ما هي الأسرار التي جعلته عالقا في هذا البدن لا يسلم؟ هل هي عقد عليه؟ هل هي أسحار عليه؟ هل هي قوة السمية الحسد عليه؟ فهناك أسرار، هل هناك كبير ضاغط عليه؟ هناك أسرار حتى ترحم، هل هو مسلسل مكبل مقيد في أغلال في أسرار حتى تفكر قيده وقيده حتى يسلم؟ كل هذه ممكن أن تكون. الجميع حينما في الإسلام لابد أن يملك الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا أردت أن يسلم الجن ويكون مقداما فلا بد أن يرى منك العدل والإنصاف والحب الصادق، أن يشم منك الاحترام والتقدير الصادق، أن يرى منك أنك لن تخذله أبدا. إن الذين
جاءوا الإسلام جاءوا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم بداية، وجاءوا بحبهم له، ثم ازداد الإيمان وقر في القلوب النار المطار وعيا. فأنت أول قبلة بك يرى الإسلام وبيك يحبب إلى الخلق دين الله جل وعلا، فلا بد أن تكون لها بإذن الله تعالى. نحن نرى بدلا عليه آثار السنة، لكن لا نرى ذاك الجني اللي في قد يكون على رقبته صليب أو على ناصيته صليب، قد يكون حبه حب عظيم للصليب، قد يكون السعر الذي صنع له بالصليب، قد يكون كان في كنيسة أو في أسرة ملتزم بتعاليم الصليب. كل هذا وارد، كل هذا وارد. حتى تفهم لا بد أن تسأل وأن تسمع وأن تحسن الإنصات والإصغاء والاستماع للجن بتركيز وتدبر وفهم وعلم. أيها النصراني، أسأل الله العظيم الذي رفع عيسى عليه السلام أن يجمعنا دائما على الحق، وأن يجمعنا به وبكل الأنبياء في جناته جنات النعيم بلا حساب ولا سابقة أحد. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحب موسى وعيسى ومحمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا. أسأل الله جل وعلا أن نكون أخيارا. أسأل الله تعالى أن نكون أخيارا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. الحق من ربك فأتكم إلى المبتلين. سنتلو عليك آل عمران، سنتلو عليك آل عمران والقرآن. سنبين لك مريم عليه السلام، قلناها لها، سنبين لك بإذن الله تعالى. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء، يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، حتى في الزوج الصليبي يعطي نبض الصليب. الصليب في الأم، في الزوجة وفي الزوج، في المرأة وفي الرجل، في الذكر والأنثى. أهل كنيسة وتقديس للصليب. نعم، سبحان الله. فجاءت الآية تذكر مريم والمحراب والتوحيد والصلاة، وتذكر الذرية والفطر الأعجل، كأنها شافية كافية وافية كاملة، يسمعها الإنس وتسمعها الجان وأهل الدين والكنيسة والصليب. الله أكبر كبيرا. نبدأ بحمد الله تعالى في هذا المجلس الطيب المبارك. أسمع بإذن الله تعالى
أهل الكنيسة والصليبي الثعبان الصليبي والحيات المسيحيات المصنعيات. عندنا ثعبان وعندنا حيات. اختلط صوت الذكر والأنثى وصوت القوي والميت. عندنا ثعبان وثعابين وعندنا حيات، لكن بدين النصارى أيها النصراني أنا أهمس في أذن من شق الرأس، أنا أهمس في أذن من تقوى بحسب بذبح ودم. أتسمعني؟ إن أول أمر ألاحظه وسأرشدك وأدلك عليه، تعلمه؟ قل ما هو؟ سوف تعالج بالقرط قبل أن نرقيه، هدية مني، سأرقيك لتكون في حركاتك متزنا وفي كلامك متزن، لأن أراك أنك عندك شلل وعندك عهوة إعاقة، صح أم لا؟ أنا كهول. ها؟ كبرت في السن. أنت كبير جدا. هاري. إنك تحرك أنه كبير. ليس يتكلم متحرك. قال كبير جدا. وكبير. الحمد لله الذي جاء بك إلى هنا. لما؟ الله أراد بك أن تدخل الجنة. خذها. من فصل هنا. قال يجوز. خذها واتركني. لا قوة لي على هذا، لا قوة لي على هذا، خذها هنا، هذه المشاكل، لا ولو دعوتني لن استجب. كم عمرك أنت؟ شيخ هرم كبير. زين أنا بحركتي وصوته أنه شيخ كبير حقيقة. أبو لعشيرة. أبو لعشيرة. يا الله. قال أنا أبو لعشيرة. اسمع الكلام يا الله. أقرأ وما قتل بالكذب. فقتل بالكذب. منهم بسبب ما بسبب ما يعاني. لا حول لي. في هذا طيب طيب قل لي ما السر الذي جعلك تمكث فيه وتسكنه؟ السر موصوله موصول من الأجداد. جده كان له ما له ومن هنا انتشرنا. جده كان له ما له كانت بيننا مع الجد. طيب. كانت عندكم عهود مع الجد. ما هي هذه العهود التي كانت مع الجد؟ كان يعالج الناس. يعالجهم بالجن. كان جده يعالج الناس بالجن. كان معالجا. تعلم هذا؟ هناك عهود. طيب ما هي العهود التي جعلتموها مع جده؟ عهود تنتقل من الأجداد إلى الأبناء وهكذا ذلك. طيب ما هي هذه العهود؟ كيف أبرمت هذه العهود؟ بالرضا أم بالغصب؟ عجوز هرم. هذا بعيد شيء أنا على المرشد نادرة فل.
كيف تنسى هذا؟ لا قل لي كيف كانت هذه العهود؟ أنشأنا عليها كان في دولة أخرى وكان عنده مشاكل وأنقذنا وكان عشيرتنا هنا فانتقلنا معاه إلى بلدي وهناك استمر الحال. طيب سامحني، قلت أن جده كان في دولة أخرى وكانت عنده مشاكل فساعدتموه فأنجيتم تلك المشاكل وانتقلتم معه إلى بلدي. كانوا سيقتلون في ذاك البلد، فجئتم به إلى بلده مسقط رأسه وسكنتم معه. طيب ونحن مآتين به ويقول هذا على الأرض من أي بلد جئتم؟ بالأوروبا؟ من الجزائر. أيوه، نحن هذا بيت إلى بلدي. هذا الشيء يرجع إلى سنوات. لهذا ما هو هذا؟ هو العهد ينتقل من الجد إلى الأبناء من الأبناء إلى الأحفاد. هذا لا حيلة لي ولو وعدتك سألت. إذا لما الكلام ولما الحوار؟ طيب كم سنة أنت فيه؟ في هذا؟ نعم. منذ الولادة. جيد. منذ الولادة وأنا أحميه بمعنى الكلمة. تحميه؟ خلاص اتفقنا. جيد، جميل جميل جميل. لو رأيت دورة معنا. طيب اسمعني، ما اسمك؟ حتى أناديك به، حتى لا تحزن ولا حتى أناديك به، ما اسمك؟ رمسيس. لا لماذا لا أثق بك؟ هذا قلت اسما سجلت وحدي إلى ما يؤذي المشكل. خلاص لا، ما اسمك الحقيقي؟ لا قل لي ما اسمك الحقيقي. ما اسمك؟ أنا الجد الأكبر. أنت الجد الأكبر، أبو العشيرة. ما اسمك؟ طيب ما اسمك؟ لا تريد تقول؟ اعتذر منك. قل لي، عذرك مقبول، قل لي ما اسمك؟ على اسم نعيم ربيع. وانت ما اسمك؟ اعرفك سر المعرفة. تعرفني؟ أيه. طيب تعرفني جيدا، ما شاء الله، جميل. اذا كنت تعرفني وانا لا اعرف عنك شيئا. انا المعرفة. جزاك. ماذا تعرف عني؟ وماذا تعرف عني في عالمك وانت جد كبير؟ ما تعرف عني؟ ماذا تعرف عني؟ طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك، جزاك الله خير. قلت تعرف أني طيب وأنت كذلك، إن شاء الله تكون طيب بإذن الله تعالى، ونجتمع على كل خير. طيب أبشر. ما اسمك؟ والله إني أرجو لك الجنة، أرجوك الخير. ما اسمك؟ قل لي ما اسمك؟ أناديك بعيسى. سأناديك بعيسى. أناديك بعيسى. خلاص. وإن شاء الله سأسمع اسمك الحقيقي بإذن الله جل وعلا. طيب عيسى، أنت مسالم صح؟
صح؟ أعزبنا وقلت أنك مسالم، جئت بالموروث حينما كان جده سيد عفد القتل، فأنقذتم جده وجئتم إلى بلده وتورثتم السلالة، صح؟ طيب، لكن هذه إشكالات وذكر أشياء. الشيء الأول هو كان ميسور الحال، فكيف انقلب الأمر وأنت تحفظه ولا تؤذيه؟ فكيف هل هناك شيء دخل، هناك شيء تجدد، هناك شيء صنع، هناك شيء غير عادي؟ شيئان اثنان. ها؟ طيب ما هما؟ أبشر ما هما؟ حياته تتمحور بين أن يشتغل ليعيش فقط. يشتغل ليعيش، يكد ويشقى ليحيا فقط. ويحيا أحيا. نعم. ليس يحيا. يحيا. أمام. طيب. قلت أمران اثنان. ما هو السر التغطية؟ بعدما كان ميسور الحمد لله الخير بين يديه. أنا لن أقول لك الأول لتسألني عن الثاني. أنا فقط قلت لك هي يعني ليعيش لي، وإنما هذه الحياة التي حسد عليها. طيب حسد عليها، جيد. ليدخر شيئا. حسد على مالي وجمالي ولباسي وبيتي وزوجي، إنما حال ورد حال. حسبنا الله. وأما الثاني. أيوة. والله حينما بدأ حينما أعلن الحق بالرقية، تمام، حينما أعلن الحق وأعلن ذلك وكنا نحن الأخوة، لأنكم أنتم كنتم على الموروث والسلالة الذين النصارى مسلمين، لكن حين بدأت الرقية كلها توحيد لله تعالى فأصبحوا الحرب والصليبة فحاربتم، صح أم لا؟ هم كانوا مسلمين على السلالة لكن على دين النصارى، فحينما دخلت باب الرقية للعلاج من الحزن الذي أذهب ماله أصبحت الجن والشياطين النصارى تظن أنهم حاربوا، لأن كلام الله تعالى كل توحيد يقع في إشراكهم بالله تعالى فضاعفوا عليه العذاب فأصبحت الحرب. وهنا يفهم الإنسان إذا كانوا مسلمين لماذا حاربوه بعد في السنوات الأخيرة؟ هنا يزال الإشكال، أي كانوا يحفظونه ولكن كان عادي مع المعروف، لكن حينما أوذي في مالي بالحسد دخلت فئة باغية، ولما بدأ يرقي أصبح هم الفئة الباغية عليه، لأنهم حتى القرآن يؤذيهم في التوحيد والاستقامة، صح أم لا؟ حينما كان هنا كنا علم، حينما رجع إلى هنا خلاص أنا حينما جاء الرقية قال ماذا؟ لم يكن إذا الأمور الآن ما لم يكن لماذا لم يكن يصدق لم وكان يدخن لأنه لم يكن يصدق هذا الكلام وكان يدخن وكان بعيد عن الدين فاستقام وعلى السنة حين أعلن البعد عنكم على الاستقامة حاربتم تضاعف عليه الآثام خلاص الآن الأمور عندي واضحة بفضل وهذا ما كنت أرجو باش توصل العلاج خاصك تفهم لأنك ستواكب الجلسات مع فهم ومش دون فهم خيط أتغوط وتقرأ وكذا وخرج وكذا ما لم تصل إلى شيء الأمور واضحة اسمع نقطة مهمة يقولها الجني الآن قبل أن تعالج هذا الإنسان الذي أمامك عالجني أنا الجني كلمة تكتب بالذهب صح؟ لي تنمر مباشرة لا حين ما كنت هنا لا علاج اسمع عالجني الأول حتى أتيت بمئتين اسمع كلمة خطيرة قال في البداية قال إذا قاتلتني جئت بمئتين لماذا؟ أتيت بمئتين قال لا أحد أنا هنا اسمع الآن وحدي والحد إذا قاتلت مئة جئت لماذا؟ لأنه قال لقد أنا أب لعشيرة وهو شيخ الهرم الكبير في النصرانية فقال إن قتلتني أجئت بمئتين أما أنا وحدي إن أنت عالجتني عالجته علم
أرجو أن تكون واضحة. صح. صح. ثق أنك تجد أكذب عليك. أعلم أعلم. وثق أني معك على الحق والخير. ولن تؤذى أبدا. أعلم. تعلم. كيف تعلم؟ كيف تعلم؟ أعرف. منذ سنين. تعرف تعرفني؟ طيب أعرفك منذ سنين. جزاك الله خير. أعرف. طيب. وما سر الزوجة؟ زوجته. ما سر الزوجة؟ من هنا؟ أوذي. أوذيت. من هنا؟ قال من هو؟ أوذيت الزوجة. لأن الحظ عليه لابد أن تكون في شركته، في زوجه. لو لم تكن اذهب لبي. ماذا صنعتم للزوجة؟ الصحة. الصحة. صحة. أها. شنو آخر؟ هناك أهم من الصحة. ما هو؟ هناك الأهم؟ نعم، الذي سأل الصحة هي أكثر. بعد الإيمان، بعد الإيمان الصحة. طيب، والإنجاب، من أطر الإنجاب؟ هذا أمر جيد. علينا أن نبقى أمرا. قلت لكم قبل قليل حينما كنت أكرر آية مريم، السيدة هي حملت الصليب وهو كذلك حمل الصليب، وهو يقر على أن أوذيت من الزوج. فهنا النصارى والنصارى، العلاج يكون على عقيدة. الآن في هذه الحالة العلاج يبنى على عقيدة، لا يبنى على النظام، يبنى على عقيدة. فهم جيدا. طيب، ماذا صنعتم بالزوجة؟ كيف عذبتم وعطلتم الفراش عام ونصف، وإلى الآن ليس هناك سنين. كم سنة متزوجين؟ متزوجين سنوات كثيرة جدا وما كيش الإنجاب. عملوا أطفال أنابيب ولا إنجاب، عملوا تلقيح ولا إنجاب، صح ولا لا؟ عطلنا الفراش والجماع والولادة. لا شهوة ولا جماع. عدناه دون نطفة. لا يكون في اسمع ماذا قال؟ دون شهوة دون نطفة. لا يكون دون شهوة. عدنا الشهوة أخذنا النطفة. حين أعدنا الشهوة أخذنا النطفة. اسمع جيدا. لا ينزل. لا إنزال. اسمع جيدا. كم سنة وأنتم على هذه الشركة؟ لا لا. شحال من عام أنتم كتوقفوا الشهوة والإنزال؟ منذ الاستقامة. منذ الاستقامة، كم سنة الآن؟ سبع سنين. منذ أن استقام على دين الله سبع سنين، لا شهوة ولا إنزال ولا إنجاب. اسمع جيدا. الزواج منذ 2006. والزواج هو متزوج من 2006 ما ولدش. الزواج منذ 2006 ولا إنجاب. كانت شهوة وكان إنزال ولا هذه الرياضة. اسمع، نأخذ نصيب. اسمع، ونعنى من النصيب. ما نعنى منذ 2000. اسمع جيدا، النقطة المهمة الغاية. منذ 2006 متزوج. ماذا قال الشيخ الكبير المصراني أبو العشيرة؟ قال منذ 2006 كانت عنده الشهوة وعنده الإنزال، وكنا نعطل فقط الولادة. لكن حينما استقام في 2000 وقبل 6-7 سنوات قال لم يعد لنا نصيب في تلك الشهوة، فحسب حبسنا الشهوة والإنزال والمني، صح ولا لا؟ خلاص خلاص. علم فهم جيدا. لا يحارب لكم بجهل، لا يحارب لكم بجهل. أنت تعلم أننا أقوياء في هذا. نعم أقوياء. نعم. وما أسكنت في بدن الزوجة؟ سمعت الثعبان والحيات في بدن زوجتي الآن. سمعت. أنت قائد كبير. ها؟ أنت قائد كبير. ما شاء الله. هي تقاوم. أنت قائد كبير.
هو من أذلع عنكم وجدكم أكثر منه هو بس. نحن ولكن نحن شغلنا شغلنا بعد ما كان لا مال لا أمل أعدنا العمل أعدنا المال نحاز عمي نحاز عمي الطريق اللي من أجل العمل ينشغل عن العبادة ينشغل عن الرقية بسبب العمل. وأبونا شيخ كبير. سنجعل جلسة خاصة على هذا العنوان. أبشروا السكنات إن شاء الله ممتعة وقيمة إن شاء الله. وأبونا شيخ كبير. أنا أقول حينما تسمع أنت وهو يسمع إذا صورت يوسف ماذا تشعر؟ ماذا تشعر؟ أريدك تصل لشعورك كنت تسمع وأبونا شيخ كبير رقع. قال أشعر أني مشرف على النهاية يا الله. ماذا من بعد الشيخ يأتي الفناء من بعد الشيخ يأتي الفناء من بعد القوة ضعفا وشيبة يا الله يا يا الهرم لا علاج له ولا دواء له الهرم عمرت كثيرا كنت قويا من أحياك من قواك إنه الله أله زوجة أله ولد أله شريك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله تكون معك الرقية إن شاء الله جميلة جدا بي أسماء الله وصفاته بتوحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات تكون معك الرقية جميلة إن شاء الله تعالى دعية الإحياء والإماتة والبعث والنشور وعيسى وموسى ومريم والجنة عليك تبكي لأنك والله تعلم الحقيقة لكنك تكابر والله إنه يبكي لأنه يعلم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق وأبونا شيخ كبير سنتلو عليك بإذن الله تعالى قصصا بإذن الله أين جزاك الله خير وشعيب تمشي على استحياء بإذن الله تعالى كيف أمن من البطش كيف كان من الآمنين بفضل الله جل وعلا سنقص أمه كثيرا بإذن الله جل وعلا يا الله كلام الله تعالى جميل سنتي بإذن الله إلى آية العظم آية الكلام من عمر كثيرا ولم ذكرك قبل ذلك بالرجوع الوراء شيئا ما إلى آية القوة والشباب صح من الله آية ها كنت فيها قويا ها كل شيء ذهب القوة ذهبت صح كل شيء ذهب فماذا بقي ها لم يعد شيء ماذا بقي جسد المنهك ها قلت ماذا بقى جسد المنهك خلاص جسد منهك
أثقلته الأسقام والعلل والضعف والوهن، صح؟ جسد منهك، والحرب حاربت في جهات كثيرة، ها؟ أتظنني أنا بكت هنا مرتاح، حاربت من أجلي، من أجلي مقدرنا، حاربت. الله المستعان. أتظنكم قتلت مني من دمي. قتلت حتى تبقى. قال حتى أمكث هنا قاتلت من أجل هذا بالشيء، يعني مشقة، بل قاتلت من دمي. كان قيادة دون قيادة. اسمع كما قال كلمة خطيرة، قال إذا أردت القيادة لابد أن تقاتل. كما أنت. كما أنا. أنا. هل أنا مقاتل؟ من مقاتل؟ ما؟ قال إذا أردت القيادة لابد أن تقاتل كما أنت. أنا لا أقاتل. أنت الآن تعيش بدون قتال. تقاتل من أجل هذا المنصب. أي منصب؟ أي منصب؟ أي منصب؟ أي منصب غفر الله لي ولك؟ أي منصب؟ لا ماذا تعلم؟ شاهدت كل شيء. تقصد الأعداء يعني. من يحاربوننا يعني. فهمت علي. وبسخرية. تبعت الحصحصات وبسخرية. عجب أن يصبح الجن يستهزي ويستخف بعقول الناس. كلام فارغ. كلام فارغ. قال تبعت الحصحصات. كنت بطل في الحلبة. كنت بطلا في الحلبة. طيب. وأنت كذلك إن شاء الله كنت بطلا، وإن شاء الله تزداد بطولتك بالإسلام. وأرجو أن تضع بفضل الله تعالى رداءك ولباسك وبقى في الجنة دون عذاب، إنك لا تقوى عليها، الله يغفر لك. عندي سؤال، من نيتك؟ من نيتك يعني تكلم بالمغربي، من نيتك؟ أنت عارف أن الله ما عندوش الزوجة والولد؟ تعلم هذا؟ وشو اللي يخليك ما تسلمش؟ المكانة والمقام؟ لا. للكبر، العناد. تضرب مثلا باليهود. اعلموا منا نحن النصارى بان الله حق وان محمد حق، حين تؤمن اليهود بمحمد عاش وما امنوا به. الان انا اسالك انت سؤالا مباشرا، انت تعلم ان الله واحد وما عندوش الزوج والولد، فلماذا لا تسلم؟ اعلم هذا تعلم. الحمد لله تعلمته. اذا الان انت الان تعلمت خصك تسلم. ليس ببعيد. اعلم هذا لا يذكره إلا من لم يعاشر المسلمين. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا
بأمري إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أسمعت الله فيك خير وإقبال على القرآن أنت تعلم أن الله واحد هذا فقط صمد اتخذ صاحبة ولا ولد أنني أغلق هنا لكي لا يأخذ إن أخذه أدني بأغلق لا حفظ قال أغلق علي عقله حتى لا يتنبر ولا حفظ لأني إن فهمه كذا أنا أتعذب لا أريد هذا لأنه يؤمن أن الله واحدا أحد فرضا صمد واتخذ صاحبة ولا ولدا لكنه ما تربى عليه والكبر يمنعه من قبول الحق فهمت إسلامه سهل فهو على حق هو على الحق بمعنى يعلم الحق فسألنا أن يأتي الحق بإذن الله تعالى سنرى إسلامه بإذن الله تعالى هذا الشيخ الكبير ونطرح أنه يطأ الجنة مع موسى وعيسى ومحمد وكل الأنبياء لا بد من هجر بين هذه الأشياء هؤلاء أخفي لا يعلمون ما أقول ولا يعلمون ما أعلم ادعوا لله لا تق اسمع ماذا قال لقد همس بسر عظيم الذي يمنعه الآن من الإسلام هو العشيرة قال أنا أعلم أنهم أغبياء ولن يؤمنوا بما سأؤمن به فإن أنا آمنت فلا بد أن أهجر وأن أغادر وإلا قتل أو ذل أصبح ذليلا سفيها يقول صلاة سمعت كيف فهمتم القصد الآن هو أبو العشيرة في النصرانية يئني الآن يقول هم أغبياء لا يفهمون ما أفهم أنا عاقلهم وأعلم أنه دين حق فلو أعلم أنهم سيتبعون في الدين لكنت صدعت به وأمرتهم لكني أعلم أجلس ربهم أعلم أنهم فجار كفار فإذا أسلم وجبت الهجرة لا بد أن أخذ المهاجر أسمعت؟ نديته للشر سبقك إن نديت فعلهم حاليا اسمع ماذا قال إن يقتل قال إن ناديته بالشر سبقوك لكن في الخير لن يسمعوا أبدا يعلم عشيرتك دهي قال إن ناديته من الشر الآن سوف يكون الآن قال خلاص يسارعون في المنكرات وفي الموبقات وفي المعاصي والآثام والأصهار لكن في الخير يراهم في بعد تام صح أم لا؟ يسعى هنا نفهم كل شيء بفضل تعالى حتى بس أسئلة صحيحة ويرغبون أنا لا أثق
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق أقولها لك وأنت عاقل إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين الظالمين إن الظالمين لهم عذاب أليم الظالمين كما قال عيسى قال في القرآن ربي سبحانه وتعالى وما للظالمين من أنصار يا الله يا الله يا الله أنت تسمع وتعلم القرآن حق فهل ينفعك أتباعك يوم القيامة حينما تأتي يوم الحصر دون ندامة فيسألك ربك الجواد ماذا أجبت المرسلين سمعت وعقلت وفهمت فلما لم تمتثل أمر ربك سبحانه وتعالى الله جل وعلا ما كان له أن يكون ما كان له من إله وما كان معه شريك في ملكه ولا زوج ولا ولد تعلم هذا صح؟ تخل بهذا كيف ستكون حياتي من بعد الأمر يرجع إلى كيف أبشر أجيبك إن شاء الله أبشر الأمر يرجع إلى أمرين ومسألتين وقاعدتين وفصلين وسأبين لك إن شاء الله اسمع جيدا الأمر الأول هو أنك الآن أن تقر بالإسلام سرا لماذا؟ تعلم لما؟ لا يفقه لا يعلم بإيمانك سفهاء قومك حتى لا يجلوا عليك وفي نفس الوقت أنت مع ربك في أمان أنك مسلم إسلام تام كما كان الحبشي ملك الحبشة الذي كان ملكا لا يضم عنده أحد في الهجرة الأولى ملك عادل مفهوم؟ أن تكون ملكا عادلا وأن تكتم إيمانك في قلبك بداية حتى تأمن إن أخذ الله نفسك أنت في الجنة خلاص هذا رحمة من الله ساقها إلا من أكره وقلبه الأصل قلبه مطمئن بالإيمان هذه الأولى أنا نصيحتي هذه لا هذه على الفضل والتولة تحتاج لتأخير كالتوبة أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام يبكي وربي يبكي أفمن شرح الله صدره للإسلام
فهو على نور، فهو على نور من ربه، فهو على نور، فهو على نور من ربه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم، فويل للقاسية، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أسمعي أسمعي، الله حينما علمك أحبك، وحينما فقهك أحبك، وحينما لين قلبك أحبك. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى، قلها لله، يعلم بها الله ويسمعها الله ويراها الله. الإيمان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. قلها لله عز وجل، هذه الخطوة الأولى التي ليس بعد أن تطهر هذا البدن. كيف؟ ليس بعد أن تطهر هذا البدن. أبشر، ما أبشر أبشر. الآن نحن في الطريق الصحيح. قال نعم أريد هذا، لكن طاهر بداية البدن من العقد، مليء بالعقد. هناك عاشقة سوداء، هناك عاشقة سوداء لا يأخذك بها رحمة. أبشر أبشر، بوركت. الآن نحن نفهم، هناك عاشقة سوداء لا تأخذنا برحمه رحمة لأنها تسكن عورته، وهناك عقد كثيرة في جسده. أبشر أيها المبارك والطيب، أبشر، رفع الله قولك وأعلى درجتك، قل آمين. أبشر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا الذين من قبلنا،
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولد ولم يكن أحد يا من رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض مهد يا حي يا قيوم بديع السماوات والأرضين. اللهم إن قلوب العباد بالأصبع مصابعك اللهم إن هذا شيخ هين اللهم إنك تعلم ضعفه اللهم إنك تعلم حاله اللهم قو بدنه وارفع قدره وعيشانه وطهر قلبه واغفر ذنبه واجعله ربنا في عليين مع المهديين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنك تعلم حاله سره وعلانيته اللهم أسكن الإيمان في قلبي وعظم توحيدك في قلبي اللهم اجعله محباً حبا صادقا لأنبيائك وأوليائك اللهم اجعله على سيدنا عيسى وموسى ومحمد بن عبد الله اللهم اجعله من صحابة رسول الله واجمعنا معه ربنا بلا حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنك تعلم من كبله وقيده وربه صفده اللهم انصره على من عداه وعلى من ظلمه. اللهم إنك تعلم ربنا قوله ربنا إنك تعلم حركاته وتعلم ربنا سكنته اللهم اجعله طاعة وبرا وخيرا وطهرا إخلاصا وتوحيدا خالصا لله جل وعلا. أنت القائد من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم ربنا اللهم اجعله من يعظم مريم عليه السلام اللهم إنك أنت تخفيها من روحك ربنا اللهم اجعله من يعظم عيسى عليه السلام اللهم إنه عبدك وابن عبدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ربنا على التوحيد الخالص لا تشبهه شائبة اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم اجعلنا هاديين مهديين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فك العقد في أبدائنا وحولنا وعظم العقد التي علينا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ الملائكة وخيرات خلقك وعبادك دبون عنا يا رسول الله ربنا. اللهم فك العقد والأقفال والسلاسل والأغلال اللهم اشف دماء والعظام والأعصاب والجرح والأكام اللهم انسك علما نافعا وعملا صالحا اللهم انسك الفهم والذكاء والنور والبصيرة اللهم بصائرنا ربنا فإنها لا تعمل الأبصار ولا تعمل الأبصار ولا قلوبنا ربنا وقلوبنا وجوارحنا اللهم ارزقنا النور من عندك اللهم ارزقنا النور من عندك والطاعة من عندك اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا بينك الرحيم ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. اللهم اجعل قلوبنا تهوي ساجدة لك بين يديك اللهم اجعل جوارحنا ساجدة خاشعة منقادة بين يديك اللهم إن هذا خلقك وهذا عبدك أنت الذي أطلت عمره حتى جاء إليك اللهم لا تجعله من أهل النار اللهم لا تجعله من أهل النار وأنت القائل وأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقالها عيسى عليه السلام اللهم لا تجعله من أهل النار اللهم إنك تعلم ربنا صدقها الله تعلم وتعلم ربنا ضعفه فلا تجعله من أهل النار اللهم لا تجعله من أهل النار لا تجعله من أهل النار لا تجعله من أهل النار واجعله من أهل الجنان واجعله من أهل الجنة إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا اللهم اجعله من أهلها يشرب ربنا من شرابها وينعم بنعيمها ومن حورها ولذتها اللهم لا تحرم نظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة حمدا حتى ترضى وحمدا إذا رضيت وحمدا بعد الرضا اللهم إنا اجتمعنا بهذا الشيخ الكهل الكبير اللهم اجعله ربنا كل ما قضاه في السيئات يرجع عليه في ميزانه حسنات أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف. عيسى عبد الله ورسوله وصفيه وخليله عيسى عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله عيسى عبد الله عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله عيسى عبد الله ورسوله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث
رفع التوحيد يمينا وشمالا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم بإسلامه ارفع خطرنا، اللهم بإيمانه ارفع درجاتنا، اللهم اجعل ربنا بالقرآن مهابا ملكا كبيرا عدلا، اللهم اجعله ملكا كبيرا عدلا، اللهم اجعله ملكا كبيرا مهابا صدقا وعدلا. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. ربي ينجيه بها من حر النار، ينجيه بها من حر جهنم، ويدخل جنة الدنيا والآخرة. هنيئا لك، أبشرك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. هنيئا لك، عمرت في هذه الدنيا وفي الأبدان كفرا وشركا وسحرا، وجئت إلى الله بعد ما ضعت في السن ضعفا وهلا، فمن الله به، فمن الله عليك بالإسلام، فأنت الآن في الحسنات عالية وفي السيئات صفرا خاليا. الحمد لله، نعم الله العظيمة تأتي مسرعة مقبلة. كن طيب النفس، علم الله صدقه وطيبة قلبه فمن الله عليه. هذا الإسلام لا يحظى به إلا من أحبه الله، أسلم لله عز وجل. الآن علينا دين، ما هو؟ ألا يظلم، ألا يسام، ألا يذل، أن يسلم جنده أو يكون مهابا كبيرا في عشيرة المسلمة، تحفظ له كرامته وجاهته وهيبته وقوته، صح أم لا؟ بإذن الله عز وجل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الله 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 الله. الإسلام يجب ما قبله، يرحم ما قبله، يذم ما قبله. الله والله إني أسأل الله أن ألقاك في الجنة وأن أعانقك في الجنة. قل الآن أسأل الله ذلك، قل آمين. اللهم استجب لنا ربنا. الله أسأل الله تعالى أن يرحمك رحمة واسعة. الآن ننتقل إلى أمر عظيم. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. الله 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 الله. يا رب اجعل في ميزان حسناتنا جسد في مخلوق الله محمد، يكررها ويرفع الله في السماء. يا ربي احتمي بك، يا ربي لا احتمي بك من الأعداء. اللهم احفظهم من شر الأعداء، اللهم احفظهم من شر الأعداء، اللهم احفظهم من شر الأعداء، اللهم احفظهم من شر الأعداء. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات، نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. اسمع اسمع. يهدي الله لنوره من يشاء، هداك الله، يهدي الله لنوره من يشاء. حينما أسلم من في بدن السجن سجد.
أمكن موقف يوكي. هذا أمكن أمني. هذا أنا أسأل من كما في الزوجة سجود الآن يكون. الآن الشيخ يبكي ويقول كل شيء سيصلح. الشيخ أربع شيرة. يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم ادري لنورك يا رب العالمين. يا الله. يهدي الله لنوره من يشاء. يهدي الله لنوره من يشاء. أن يكون شيء جهل عمر في نصرانية سنين ويسلم حب الله له. وأن يكون حقا أوقف الجماع وإنزال المني والتعطيل الإنجاب وأسقط وعذب في التوقيع وفي أطفال الأنامي في كل شيء ويسلم الآن. اعلم أن الله اختاره وهذا الوقت بالضبط. أسأل الله أن يحمل الأجر والثواب. يهدي الله لنوره من يشاء. الأكبر لما الفضل في هذا الحمد لله الحمد لله هذا سيئ يا رب بل لو الفضل في هذا فأجزي خير الجزاء. أمين أمين. يهدي الله لنوري من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الحمد لله. ما اسمك؟ قلت لي لم تخبرني بالاسم. ماذا كان اسمك؟ القائد. الكل كان يناديك بالقائد. طيب جميل. أسأل الله تكون قائدا في الإسلام. اختر اسما. اختر اسما. اذهب بعيدا عن اسمي. لا تبقى قائد مع اسمك كما نقول قائد عمر القائد خالد. اسمه محمد. اسمه محمد. عن اسمه. عن اسم الرجل. ما فهمت. عن قائد عن اسمه. القائد محمد على اسم الرجل. الله اكبر. محمد رسول الله. والذين معوا شداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل فأنت الآن هديت إلى أفضل دين. هديت إلى خير سبيل قوي بفضل الله تعالى. فأسأل الله لك العزة وقل آمين. اللهم آمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أسمعت. الحمد لله رب العالمين. الآن عندي سؤال. أما آل لهذا الشيخ هذا الرجل أن ينعم بزوجه وبالذرية؟ أما آل وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ما في الزوجة أسلمت لله ارفع التوحيد طاعة لله جل وعلا. أشهد بالجمع لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كنتم تمرضونها تعطلون حملها تمحقون مالها قولوا نستغفر الله نعاهد الله أن نظلمها ونعاهد الله أن نصلح ما أفسدنا طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إن الذين قالوا ربنا الله قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال إنني من المسلمين اللهم سلم كبيرا من الأذى اللهم سلم كبيرهم من كل مكر وكفر وأذى اللهم كما جاء مقبلا إليك فاجعل ربنا نعمك عليه تترى وتتوالى انصر على من عدا وعلى مظلم من الكفرات الفجرة اللهم اجعله في أمانك وحفظك وأمانك ومعيتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا كل ولي المؤمنين ونصر ظهيرا فلا يقربه بس ولا شيطان ولا أذى من إنس أو جان اللهم وفق لإصلاح ما أفسد السحرة والكهان اللهم وفق لإصلاح ما أفسده السحرة والكهان اللهم إنه يعلم مكمن غضبهم وسحرهم وعقدهم وتعذيبهم وتعطيلهم ومحقهم اللهم اجعل ربنا يفك ويعلن طاعة لك ربنا القيادة وحبه اللهم انصر ونصر لهذه اللهم انصر ونصر لهذه انصر ونصر به ونصر لهذه اللهم انصر ونصر به ونصر لهذه اللهم انصر ونصر به ونصر لهذه يا ذا الجلال والإكرام أكرم على يدي اللهم أكرم على يدي اللهم ارزق على يدي اللهم اشفي على يدي برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين واجمعنا به في أعلى جناتك جنات النعيم مع الأنبياء والصديقين مع الأنبياء والأولياء والصالحين اللهم ربنا لا ينفض هذا المجلس إلا غفرت لنا ورحمتنا وشفيتنا وأعطيتنا ورزقتنا ووهبتنا اللهم ربنا من هذه الليلة ارزقنا الذرية الطيبة الصالحة اللهم ارزقهما الذرية الطيبة الصالحة اللهم ارزقهما الذرية الطيبة الصالحة اللهم ارزقهما الذرية الطيبة الصالحة من هذه بارك لهم في ليلتهما وبارك لهم في جماعهما
وبارك لهم في وظيفهما، وبارك لهم ربنا في كل ما يملك ربنا من مال وخير وبركة. اللهم بارك لهم في أرزاقهما من هذه الليلة، اللهم بارك لهم ربنا في أرزاقهما، بارك لهم في رزقهما، بارك لهم في سعادتهما، بارك لهم ربنا في أنفسهما، بارك لهم ربنا في بيتهما، بارك لهم ربنا فيما يملك يا رب العالمين، وارزقهم ربنا رزقا، وارزقهم ربنا محبة ومودة وفراشا وولدا. يا حي يا قيوم أنت القائد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، اللهم ارزقهم ربنا بنعم الدنيا، المال والبنون والعبد الصالح، اللهم ارزقهم ربنا المال والبنون والعبد الصالح، اجعل بيوتهم عامرة بالمال والبنون والعمل الصالح، اللهم 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 إنك أنت الله المجيب الدعوات وقبل العثرات ورافع الدرجات، اللهم إنك أنت المكرم، أكرمنا ولا تهيننا، وأعزنا ولا تذلنا، أعطنا ولا تحرمنا، وفقنا ولا تخذلنا، كلنا ولا تكن علينا، واهدنا واهدمنا، واشفي على أيدينا إنسان وجنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كبيرا كثيرا طيبا فيه. الأمور نبرها واضحة، أنا أقول لك شنو إحنا يلا ندخل في العلاج الآن، يلا فهمنا التشخيص مع الخطوات الأولى، غندخل إن شاء الله بنشوف الحية العاشقة السوداء اللي في العورة، ونفك العقد ديال البدن، ونشوفوا عاوتاني هنا. المهم دابا الامور الحاله واضحه والتشخيص واضح، بان تغد يوميا تسمع الموعظه باش الجن المصراني باسمع الالي عمران، فهمتي؟ يعني صوت الالي عمران تسمع له يوميا مع الموعظه، فهمتي؟ باش تقوي باش يفهم، مفهوم؟ والبرنامج الاخر ما نعطيه لك ونقول شنو غندير معك، صافي؟ صافي ان شاء الله. صافي ان شاء الله. صافي ان شاء الله. بس اصح لي الناس شيخ احسن الله يعينك. هذا واجب، لا بالعكس هذا واجب، تنتكلم معكم الله يسلمكم. امين، بارك الله فيكم. ان شاء الله نجي عندكم، ان شاء الله. الله يسلمكم. الله يسلمكم.